إن الذكاء الآلي يهدف كما قلنا لتحدي ذلك البشرية والتفوق عليه. لكن هناك فرع آخر من العلوم يهدف لخلق نوع من التحالف أو التضافر بين الإنسان والآلة أو بين الاصطناعي والطبيعي، وهو علم البايونية بايونيكس. هذا العلم يمكن اعتباره فرعا لسياق بحثي أشمل يعرف بالسيبرانية أو بالإنجليزية سايبرنيتكس، وسنحاول فيما يلي أن نشرح معاني كل تلك المصطلحات العجيبة. فكلمة سايبرنيتكس لها جذور يونانية، واللفظة تفيد معاني التحكم والتنظيم، وذلك تحت مظلة النظرية المعلوماتية التي قدمناها هي وصاحبها كلود شانون في المحاضرة الأولى. تحت هذه المظلة إذن، فإن السيبرانية تعني العلم الخاص بدراسة كيفية تنظيم وتبادل المعلومات، سواء بين البشر أو الحيوانات أو حتى الآلات الذكية. إنه علم الضبط والربط فيما يتمثل أو يتعلق بالتمثيل المعلوماتي، ويمكن اعتباره كذلك علم تقليد الطبيعة. ينسب تقديم هذا العلم بهذه الصيغة المعروفة اليوم إلى الفيلسوف الرياضي نوربرت وينر، والذي له بصمات هامة في تطور المعلوماتية في النصف الأول من القرن العشرين لا تقل أبداً عما قدمه آلان تيورينغ أو كلود شانون. من رحم السيبرانية خرجت فروع علمية وتخصصات عدة تهدف لفهم الطبيعة وتقليدها في نظم التحكم، أي التحكم بالمعطيات لخلق نتائج جديدة. أي معطيات وأي نتائج تتساءلون؟ سنرجع ونتكلم عن المستشعرات أو السنسورز التي قدمناها قبل قليل. فلو أن هذه المستشعرات تقرأ عوضا عن درجة الحرارة أو الضوء، تقرأ الإشارات العصبية الصادرة من المخ تحريك عضلة الذراع، فلو أمكننا فهم الآلية التي يتم بها التحكم بهذه المنظومة العصبية العضلية، فهل يسعنا أن نقلدها اصطناعيا؟ الجواب هو نعم كبيرة. وهذه النظم تترجمها إلى تطبيقات ملموسة علوم البايونيكس. الكلمة في جذورها، هذه اللفظة الإنجليزية، تفيد معنى محاكاة وحدة الحياة. فعلم البايونية هذا يهتم بتقليد الوظائف الحيوية للكائنات الحية هندسيا، وتصنيع نماذج ميكانيكية أو إلكترونية لها. مفردة بايونيك بالذات احتفى بها الخيال العلمي كثيرا، ورسختها السينما والتلفزيون عبر العديد من الأعمال التي تحتفي بالقدرات الفذة للكائن البايوني الذي هو نصف بشري ونصف آلي. طبعا في الحديث عن السايبرنيتكس أو البايونيكس سيأخذنا للمصطلح الثالث والمرتهن بهما، وهو مصطلح السايبورغ، والمكون من دمج الكلمتين الإنجليزيتين سايبرنيتك أورغانيزم أو الكائن الحي السبراني. لنعود لعالم الواقع، فالعلم الواقعي يسعى دؤوبا لتحقيق أحلام كتاب الخيال والسينما، ومجال الهندسة الحيوية جمع إلى جمع تقنيات الحوسبة والعناصر الذكية والمستشعرات والشبكات العصبية الاصطناعية بالتضافر مع الهندسات الكهربائية والميكانيكية وحتى فنون التصميم. كلها تقدم لنا فتوحا علمية مذهلة في هذا الصدد. يسعكم أن تبحثوا أكثر عن الذراع البايونية التي زودت بها كلوديا ميتشل بعدما فقدت ذراعها اليسرى كاملة في حادث دراجة نارية، ويسعكم أن تبحثوا عن العين الاصطناعية التي وضعت في رأس روبرت سبنس لتعوضه عن عينه المفقودة. وهذه هي وسواها تمثل إنجازات حقيقية رائعة لفروع الذكاء الآلي التي نناقشها اليوم. هذا التضافر العجيب بين البشري والآلي يعتبره الكثيرون خطوة طبيعية في مسيرة النشوء والترقي التي هي سنة كونية مشاهدة في المخلوقات كافة، لأن القدرة على تعزيز إمكانات الجسد البشري بمكونات آلية بايونية أو سبرانية بغض النظر عن التسمية، هذه القدرة على الاستعانة بالتفوق الآلي لتجاوز القصور الآدمي تصب في أحلام الإنسان الأولى حين أراد أن يتحرر من قيود جسده، أراد أن يطير وأن يستكشف أعماق البحار ثم غياهب الفضاء الخارجي خارج كوكبه بعد ذلك. إن السبرانية
تتكئ في نظريتها الأساسية على غريزة البقاء في أقصى شطحاتها المتعلقة بالخلود، لأن الجسد البشري بضعفه الكامن وقابليته للعطب والفناء متأخر بمراحل عن العقل وعن الروح بطبيعة الحال. البعض يعتبر أن الأجساد السبرانية الاصطناعية ستكون نعمة عظيمة ليس لكل المبتلين في أطرافهم وأجسادهم وحسب، بل ولبعض أعظم العقول البشرية التي كانت ستقدم أكثر لو أن أجساد أصحابها ساعدتها. ومن يدري، فلعله من الأولى أن نقتنع بأنه على قدر الابتلاء يكون العطاء، وتلك أيضا سنة كونية. نراكم على خير في المحاضرة القادمة.